نقل الشارح رحمه الله زيادة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من ضوابط معرفة الكبيرة قال أو نفي الإيمان. أي نعم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، هذا دليل على أن الزنا والسرقة أنه من الكبائر. نعم. يقول أحسن الله إليكم، فهل عدم حب المرء لأخيه ما يحب لنفسه يعد من الكبائر؟ لا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، هذا من مكملات الإيمان، هو معناه أنه ما يصير مؤمن إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يصير كافر؟ لا، ليس هكذا. نعم.